السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا بكل خير. صور تجسسية لهونداي كونا موديل 2023 جديدة كليا. كما تلاحظون تظهر مغطى في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء التجارب. تغيير جذري لبوديكات السيارة، كذلك شكل العجلات، السقف منحني نفس سيارة الكوبيه، خط متصل على واجهة السيارة من المؤكد، شبك بشكل صغير، الداخلية تصميم جديد، لا تنسوا اخوانكم من الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. انتظرونا في فيديو قادم.